الهاتف ايضا ينضم الينا السفير صلاح حليمه نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الافريقيه. سعاده السفير، هل تبدو البيئه الافريقيه الداخليه مهيئه لما تسمى بالمصالحات الوطنيه داخل الدوله الواحده او انهاء بعض حالات الخشونه او الارتياب في التعامل على خلفيه ازمات الحدوديه بين بعض الدول الافريقيه؟ هل باتت البيئه مهيئه لذلك؟ لا شك ان تم بذل جهود كبيره جدا في فتره رئاسه مصر الاتحاد الافريقي من خلال عمليات مكافحه الارهاب اولا وما يرتبط بها من جريمه منظمه ولاجئين ولاجئين وهجره غير شرعيه والامن والاستقرار في بعض المناطق الساخنه. هذه الجهود هي التي بلا شك تهيئ بيئه صالحه لتواصل هذه الجهود اولا، وثانيا تهيئه مناخ افضل ومناسب لعمليه التنميه المستدامه. لا شك ان كلاهما وجهان لعمله واحده، يعني تحقيق الامن والاستقرار ولو بدرجات متناميه يعطي فرصه افضل لعمليات التنميه المستدامه التي بذلت فيها جهود كبيره جدا خلال فتره رئاسه مصر الاتحاد الافريقي. اذا البيئه اعتقد انها افضل مما كانت بتزداد تهيئه لمثل هذه الامور، خاصه وان كان هناك تركيز ايضا على مجالات الصحة والتعليم برؤى وبرامج مصرية نفذت على أرض الواقع. سعادة السفير، هناك تفاوت بين قدرات الدول الإفريقية بعضها وبعض بين ما أنجز داخل كل دولة إفريقية على حدة في مجالات حضرتك استعرضت بعضها في التنمية، في تحقيق معدلات النمو، في مجالات الصحة والتعليم وما إلى ذلك. هل هذا يخلق تحديا من نوع آخر حتى تعمم بعض التجارب أو يستهدى بها؟ لا شك ان هناك تباين واضح في ما بين دوله واخرى فيما يتعلق بالاوضاع الامنيه والاوضاع الاقتصاديه وفرص التنميه، وايضا فيما يتعلق بالعلاقات بين هذه الدول بعضها البعض في اطار الاتحاد الافريقي او في اطار الاتحاد الافريقي بصفه عامه والعالم الخليجي. هذا التباين اعتقد بيتم تداركه ويتم معالجته في اطار برنامج الاتحاد الافريقي 2063 من خلال الرؤى التي تطرح من الرؤساء او فترات الرئاسه لاي دوله من الدول. واعتقد ان مصر عندما تولت الرئاسه كان لديها رؤيه واضحه ربطت بين ما يتم على النهج في النهج المصري وارتباطه ايضا بتطبيقه في النهج الافريقي، ولذلك نجد ان كان هناك نجاحات كبيره في كثير من المجالات يتم البناء عليها حاليا ومستقبلا. نحن في عام ينتظر أن تطرح مبادرة إسكات البنادق بشكل أكثر وضوحا أمام القادة الأفارقة ومن بعد ذلك أمام المعنيين بالشأن الإفريقي بشكل عام. ما هي أوجه الصعوبات التي قد تعترض طريقة إتمام مبادرة إسكات البنادق وهو تحدي بالغ الخطورة فيما يخص البيئة الأمنية في أفريقيا؟ لا شك أن تحدي يعني إسكات البنادق يعني هو برضو برنامج الاتحاد الافريقي في عام 20 وده امتداد لما قامت به مصر في هذا الصدد ايضا. يعني هناك ما تم انشاء اليات على سبيل المثال مرتبطه بفتره اسكات البنادق، مثلا صندوق السلام. صندوق السلام اعتقد هي اليه جديده تم انشائها في اطار رئاسه مصر الاتحاد الافريقي. هناك ايضا اليات اخرى مرتبطة بعملية إسكات البنادق زي إنشاء مركز مثلا على سبيل المثال، المركز اللي تم إنشاؤه في مصر مركز الاتحاد الأفريقي للبناء والإعمار فيما بعد الصراعات. كل هذه الآليات وغيرها، هناك آليات أخرى فض المنازعات مثلا على سبيل المثال، أيضا هناك مركز أيضا في القاهرة لهذا الغرض. كل هذه الآليات بجانب الجهود التي تبذل في عملية الوساطة والدور المحوري لمصر او لدول اخرى فيما يتعلق بقضايا ساخنه زي القضيه الليبيه مثلا على سبيل المثال، قضيه السودان، قضيه جنوب السودان، او الامن في منطقه الساحل، الامن في منطقه البحر الاحمر. كل هذه الامور مرتبطه بمساله اسكات البنادق في عام 2020. هذا يتطلب جهد ضخم جدا، استخدام هذه الاليات، استخدام ما تم انجازه والبناء عليه في فترة الرئاسة الحالية لجنوب أفريقيا. وأعتقد أن مصر كلها دور أيضا محوري في هذا الصدد باعتبار أنها إحدى دول الترويكا الثلاث التي تشارك في هذه المرحلة
خلال السنة الحالية وربما السنة القادمة. الآتون إلى إفريقيا أو ما بات يطرح تحت مظلة التكالب الجديد أو التكالب الثاني، هل ينظر إلى أدوارهم على أنها قد تكون أدوار محفزة لتهيئة البيئة الأمنية لأن من مصلحتهم الاستثمار في القارة الإفريقية، ولا قد يكون من مصلحتهم بافتراض سوء النية أن تبقى إفريقيا قاعا صفصفا كما خلفها الاستعمار، دولا متهالكة لا يبدو أن لها من متاع الدنيا شيء وبالتالي يسهل السيطرة على مقدراتها؟ أنا أعتقد أن الدور المصري في فترة الرئاسة أوجد نقلة نوعية ورؤية جديدة فيما يتعلق بدور الدول الكبرى والتجمعات والتكتلات الاقتصادية في خارج القارة فيما يتعلق بدورها داخل القارة الأفريقية. أعتقد ليس هناك سوء النية، بالعكس هناك يعني رؤية وضعتها مصر في خلال هذه المؤتمرات تقضي بتشجيع أولها القطاع الخاص، تقضي ثانيا بأن تكون القروض والمساعدات التي تقدم للدول الأفريقية سواء من خلال التجمعات الاقتصادية أو من خلال العلاقات الثنائية تكون مرتبطة أساسا بأوضاع بشروط أو برؤية تراعي ظروف القارة الأفريقية، ولا يكون هناك نوع من الاستغلال مثل ما كان حادثا في الماضي، وإنما يجب أن يكون المصلحة المشتركة والشراكة، وأنا أؤكد مرة أخرى على مسألة الشراكة، كل الاجتماعات التي تمت سواء كانت في المتعدد الأطراف زي جي 7 أو المجموعة العشرين أو تيكاد أو روسيا أفريقيا أو الصين أفريقيا وهكذا أو بريطانيا أفريقيا، كل هذه المؤتمرات وهذه الاجتماعات كانت تؤكد على موضوع الشراكة ومراعاة ظروف القارة فيما يتعلق بالمساعدات والقروض وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص. يعني يجب أن يكون هناك عدالة فيما يتعلق بتوجيه الاستثمارات وتوجيه أساسا للبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية المختلفة على النحو الذي يؤدي إلى تنشيط منطقة التجارة الحرة القارية. شكرا جزيلا لك السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. نعود أيضا وننوه ونشير إلى هذه الصورة التي تتابعونها والتي كانت قبل قليل من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وتحديدا من مقر إقامة الرئيس السيسي التي وصلها قبل نحو ثلث الساعة، حيث يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي وكما جرت العادة في الدورة 33 لقمة الاتحاد الإفريقي العادية التي تعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في مطلع كل عام، ومن بعد ذلك في منتصف العام وفي شهر يوليو تحديدا تعقد القمة في صيغتها التناوبية حيث تتناوب الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي على استضافة هذه القمة.